آسفي. هنا يقطن عبد السلام دخانة، بطل مغربي في رياضة الخوارق، اشتهر في تسعينيات القرن الماضي بتقديم عروض مختلفة، بداية بجار المركبات الكبرى وصولا للولوج إلى فرن مشتعل. في لقائه بهسبريس اختار استعراضا باستخدام حمض النتريك أو ما يعرف لدى المغاربة بالماء القاطع، استحم به بل وشرب لترين منه. دوزت شتي مدة 5 سنوات على الباطل، 5 سنوات بدون ما درت شي حاجة بيدي، ما كنعرفش هذيك السيدة وصيفتني ب5 سنوات. دوزت عام ونص بحت في الحبس في السجن، مدة هذاك عام ونص وأنا كنبكي يوميا، وملي حكموا عليا ب5 سنوات بحال تصدمت في هذيك الصدمة، ما بقيتش كنبكي يوميا يمكن يوم. وفي هذيك اللحظة لقاوني كيسيرتو عليا السجن، لقاوني برا. اليوم دخانة يزعم أنه يعالج الأمراض مهما كانت خطورتها، ويدعي أن بيته صار وجهة للمواطنين من داخل وخارج المغرب. هاد الأيامات كان جا عندي واحد كان في كونسير، كان داير خنشة في البلاصة حي التالي. أنا كنحترم الأطباء، أنهم أطباء قراو علماء، احتراماتي لهم. بالنسبة لي أنا مهيبة من عند الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.